هذا وتشارك البحرين شقيقتها الكبرى في احتفالاتها كل عام بذكرى اليوم الوطني السعودي المجيد، حيث تستقبل آلاف من زوار المملكة الشقيقة عبر المنفذين البري والجوي. وقد رحبت شركة مطار البحرين بالأشقاء السعوديين القادمين إلى المنامة من خلال استقبالهم بالورود والأعلام الخضراء. مطار البحرين هو الآخر الذي احتفى بالذكرى 88 لليوم الوطني السعودي، وبوفادته التي دأب عليها سنويا توشح وتوشح البحرينيون فيه باللون الأخضر. واستقبلت شركة مطار البحرين في لفتة كريمة زوار المملكة العربية السعودية الشقيقة بالأعلام والورود. احنا دائما نحتفي برضو في العيد الوطني البحرين، وكل عام البحرين والسعودية إن شاء الله بألف ألف ألف صحة وسلامة. عيدنا عيدكم وعيدكم عيدنا، كلنا نعتبر نفسنا ببلدنا الثاني بيتنا، والله يديم المحبة إن شاء الله بيننا وبينكم إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير وجميع المسلمين بخير. إحنا ما نقول بحريني ولا سعودي، إحنا نقول أخوي ولا أختي، فالله يديم إن شاء الله هالمحبة والمعزة بيننا، ويعني يعلم الله قديش نحبكم ومبسوطين لما نشوف البحرين كيف انها احتفلت باليوم الوطني عندنا. مظاهر الفرح التي تعانقت فيها الرياض والمنامة هي ديدن ليس بالمستغرب بين الأشقاء، وهذا ما أكده المواطنون البحرينيون. الأخوان مو على وقت، والسعودي ما في نزلة تقدم بعد، العالم كله عند السعودية، الله ينصرهم إن شاء الله. العلاقة قوية بين البحرين والسعودية وكلهم أهل وأحباب، والله يعز السعودية إن شاء الله ويرفع شأنها يا ربي. بالنسبة لنا احنا كبحرينيين، العيد الوطني في المملكة وفي البحرين كله واحد، يعني فخر لنا، ويعني كأن احنا شو نقول، يعني كأن العيد الوطني في البحرين. صغار عبروا عن امتنانهم لوطنهم وعميق ما يكنونه له من الولاء والانتماء، وكل بطريقته الخاصة. كل عام المملكة العربية السعودية بخير، أحب السعودية وأحب البحرين وأحب الملك حمد وأحب الملك سلمان. أشكر الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، طبعا في رؤية 2030 يعني ما شاء الله نشوف أشياء كثير تغيرت في الوطن، يعني صار السعودي يشتغل في أي مكان، ما في شيء اسمه عيب، ويعني ما شاء الله الشعب السعودي يعني تطور كبير يعني لاحظناه، وحب أقول لهم كل عام وأنتم بخير. أنا أحبك يا لك سلمان، مرة حلو ودي أقابله. أنا أحبكم واعد واعد. عشرات الآلاف قدموا من عاصمة الحزم وأقبلوا على وطنهم الثاني بمشاعر اختلطت بألوان الأخوة والمحبة. فرحة عمت جميع أنحاء المملكتين السعودية والبحرينية، 88 شمعة أطفئت في هذا اليوم، لكن نورها لا يزال مشعا في سماء هذا العالم. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.